قال لك هو المعدة اصلا فيها جرثومة؟ ده اللي انا عايز اعرفه برضو. فتعالوا نشوف النهارده كده ايه موضوع جرثومة المعدة. لو انت قريت كده واطلعت وشفت وحاولت تبحث حتى على جوجل اللي مر على انشاؤه 25 سنة وبيدخل عليه ملايين الباحثين كل يوم، هتكتب جرثومة المعدة هتلاقي معلومات كتير جدا. من ضمن هذه المعلومات بيقول لك مثلا ان هي واحدة من الجراثيم الشائعة اللي بتصيب الجهاز الهضمي وبتؤثر ايضا على الجهاز الهضمي. كمان جرثومة المعدة مسؤولة عن كتير جدا من المشاكل الصحية اللي بتبقى مرتبطة بالمعدة او حتى بالجهاز الهضمي. الجرثومة دي بتنتقل عادة من شخص الى اخر عن طريق الاتصال المباشر او عن طريق تناول الطعام او الماء الملوث. مع كل اللي انا قلته ده، يعني في الاخير لازم يكون معانا طبيب نسأله. يا ترى نقلق ما نقلقش؟ أسباب الإصابة أصلا بهذه الجرثومة إيه؟ وهل فعلا في جرثومة بتعيش في المعدة وممكن تنتقل من شخص إلى آخر؟ في وجود أحد الأطباء الكبار الدكتور عادل قنديل، استشاري الأمراض الباطنة والحميات، ليس لمثلي أن يتحدث. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا اهلا يا مرحبا بحضرتك والعاملين بالقناه والمشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، في البدايه كده لو حبينا نعرف ايه هي اصلا جرثومه المعده؟ جرثومه المعده هي نوع من انواع البكتيريا. النوع ده يسموه البكتيريا الحلزونيه. يعني شكله بيبقى لولبي كده وله أصوات في طرف من الأطراف هي اللي بتحركه، بتخليه يلف اللفة البريمة بتاعته اللي بيقدر يسقط بيها جدار المعدة ويأثر ويعمل المرض يعني. الجرثومة دي موجودة، ما هياش ممرضة في حد ذاتها إلا إذا حصل مشكلة. يعني هي موجودة في الحلق، وأحيانا تبقى موجودة في المعدة. فده موجوده في الحلق، بتبلعها وبتنزل المعده والحمص بيموتها. فهي موجوده، مش جايه يعني. ممكن تيجي من بره عن طريق اللعاب، يعني واحد يصنع اكل يعني نزل اللعاب بتاعه عن طريق المعلقه عن طريق بتاع. الناس لما تنفخ في الاكل بتاع اولادها الاكل السخن اللي مستبرينه انه يبرد، الهواء اللي خارج دوت والغاز اللي فيه ممكن يقتل الجرثومه. هي موجودة حقيقي. طيب دكتور، حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وغاية في الأهمية، ويمكن هي حتى في الإتيكيت وفي الدين مش حلوة، إن أنا مثلا إيه أكون بأكل حد صغير، أو والله في كبار كمان بيعملوها يا دكتور، تلاقيه بيقعد ينفخ في الأكل. يعني السنة أصلا إن إحنا ما ننفخش في الأكل، بيتهيألي يعني، والله أعلم، حضرتك تصحح لي. طبعا. وكمان صحيا ده صح ولا غلط؟ غلط طبعا. المفروض ان احنا نسيب الاكل يبرد بطبيعته، او لما نسخنه ما نخلوش يغلي، نخليه يا دوبك دافي عشان لو احنا جعانين ناكل بسرعه. لكن لكون ان احنا نستعين بالنفخ في الاكل شيء مش صحي بالمره يعني. ايوه. طيب خلينا يا دكتور نقول هي الاعراض الشائعه للاصابه بجرثومه المعده. يعني انا في اعراض مثلا ممكن تكون شائعه كبيره معروفه؟ شوف حبيبي، حقيقي انا يعني ما احبش اتكلم على اعراض، لان الاعراض بتتشابه والامراض بتختلف. ايوه. يعني هدي لحضرتك مثال. لو قلنا انها بتعمل انتفاخ. ايوه. جرثومه المعده بس اللي بتعمل انتفاخ؟ هل كل واحد يجيله انتفاخ يقول جرثومه؟ صحيح. فانا عشان ما ندخلش في حاجات متشابهه ومتشابكه مع امراض متعدده، احنا نتكلم على الجرثومه دي بتسبب المرض ازاي؟ ايوه. لان لها اعراض في المعده والجهاز الهضمي واعراض خارج المعده. ايوه. يعني بتاثر على القلب، بتاثر على القلب، بتاثر على المخ، بتاثر على المخ، بتاثر على المفاصل، بتاثر على المفاصل، تعمل التهابات في المفاصل وخصوصا الركب. ايوه. هل كل واحد ركبه بتوجعه هيقول عندي جرثومه معده؟ صحيح. عشان كده ما بحبش اذكر الاعراض ونقول دي اعراض جرثومه المعده. تمام. جرثومه كتير ملهاش عرض. ايوه. اعراض، الاعراض اعراض حاجتين، اللي خارج المعده اعراض السموم بتاع الميكروب، واللي جوه المعده والجهاز الهضمي
أعراض قرحة المعدة اللي كونتها وتسببت فيها الجرثومة. طيب هل جرثومة بعيدا عن الأعراض، حضرتك أنا اقتنعت جدا بكلام حضرتك والكلام منطقي جدا وعاقل جدا، إن فعلا ما ينفعش إن أنا أقول أعراض دلوقتي، فكل واحد هيسمعنا ويسمع الدكتور عادل بيقول ده من أعراض جرثومة المعدة مثلا، وجع في الركب أو انتفاخ أو الكلام ده كله، هيوصف على طول المرض أو هيتجه إلى شيء وحيد، وده غلط في التشخيص. بحيي حضرتك على هذه الإجابة، لكن خلينا نروح بقى لنقطة مهمة جدا يا دكتور، وهي هل جرثومة المعدة فعلا من الأمراض المعدية؟ هي من الأمراض المعدية بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها. أيوة. هي لما تنزل المعدة وتعمل المرض ما هتقعد منين؟ ما خلاص هي جوه المعدة. ايوه. المعدة ربنا خالقها لحمة، هي قطعة لحمة. على فكرة الكلام اللي بيتقال بقى ده احنا معدة المصريين بتطحن الزلط، هي مش مطحنة، دي لحمة، حتة لحمة. المطاحن هم الدروس هي اللي تطحن. أيوة. اللي بيظبط أكله ما بيطحنوش بيأذي المعدة وبيأذي جهاز الهضم. فالمعدة ده حتة لحمة وجواها أحماض وإنزيمات هاضمة تهضم اللحمة. فعشان كده ربنا خلق لها ما يسمى بجدار المعدة، وهي عدة طبقات من المخاط ومن أشياء أخرى عشان تمنع الحامض والإنزيمات الهاضمة إنها توصل للحمة بتاع المعدة وتهضمها وتبوظها. لو احنا بقى سلوكنا الحياتي خرب هذا الجدار، البكتيريا دي على فكره يعني من خصائصها انها بكتيريا لا هوائيه، لا ما تحبش تعيش في الهواء. مش تعيش في مكان فيه هواء، المعده فيها هواء، احنا بنبلع هواء وموجود فيه هواء في المعده. ايوه. فبتدور على حته ما فيهاش هواء. لما تلاقي جدار المعده خربان تقدر تخترق جدار المعده وتيجي تحت جدار المعده وتعشش بعيد عن الهواء وتتكاثر وتطلع سموم وتعمل المشاكل وتاكل بقى في جدار المعده وتعمل القرح. أيوة. فلما احنا نقص على جدار المعده اصبحت البكتيريا تعشش في الخرابه. أيوة. تدخل جوه وتعمل بقى تعشش جوه وتعمل مشاكل. طيب فده اساس الموضوع السلوكيات. طيب. يعني حلو جدا يا دكتور. طب لما نيجي بقى دلوقتي نقول ان الشخص اللي المعده الجرثوميه بدات تلاقي بيئه صالحه في التعايش جوه جسمه لسبب سلوكياته الخاطئه، فبقت جرثومه المعده موجوده وبتتكاثر، الشخص ده خلاص حضرتكم في الطب بتوصفوه انه مصاب بالجرثومه او بجرثومه المعده، الشخص ده ازاي تنتقل جرثومه المعده من عنده لشخص اخر؟ ما احنا قلنا انها هي موجوده في الحلق. ايوه. لو بيطلع مع الريق بتطلع مع الريق بتاعه. أيوة. مع اللعاب. لو لعابه نزل في اكل او شرب حد تاني سواء بقى بياكل في المطاعم، انا هحكي لك مثال علشان الناس تاكل في المطاعم بره وبدون احتياطات. انا جالي ولد عنده دوده شريطيه، دوده شريطيه لها 6 متر موجوده في البطن. فانا بسال الولد انت بتاكل فين عشان اشوف مصدر العدوى واقول له خد بالك ان مصدر العدوى ده عشان ما يتعديش تاني يعني. ايوه. بس قال لي انا باكل في المطعم الفلاني من اشهر المطاعم في المنطقه. تمام. يعني شوف الناس كلها بتحلف بحياته. ايوه. فانا قلت له بتاكل فيه كام وجبه يعني؟ قال لي 3 وجبات. يا نهار ابيض. انا على قاله يقول بروح بدري عشان افطر هناك وانا غدايا هناك اساسي وبمشي متاخر عشان اتعشى. ما تاكلش في اي حته تاني؟ قال لي لا. فتعالى بقى العدوى بتيجي ازاي؟ انتوا عندكم كام ورش اللي هو بيقطعوا عليه الحاجات في المطعم؟ قال لي واحد. قلت له واحد بتقطعوا عليه اللحمه والفراخ والسمك والسلطه؟ قال لي اه هو واحد. طب بتنظفوه ازاي؟ قال لي بنكشطه. بحاجه حاده بنكشطه عشان نشيل الدهون اللي عليه. أيوة. بس قال لي اه. طلع ما فيش غسيل بميه وصابون وليفه، ما فيش كلور، ما فيش اي تطهير. قال لا هو كده بس. فادي مصدر من مصادر العدوى. فاذا كان صاحب المطعم بهذه الطريقه مش قادر يجيب حاجات، الولد هو واقف يعني معلش يعني بيتكلم وبيتفتف وبتاع في الاكل. صحيح. يعدي الناس. زي ما اتفقنا لما احنا ننفق في الاكل، الام تنفق لابنها في الاكل او الواحد ينفق كوبايه الشاي وهو بيشرب عشان يبردها، كل دي وسائل لانتقال العدوى. طيب دكتور لو رحنا بقى للمضاعفات المحتملة اللي ممكن تحدث من جرثومة المعدة، ايه المضاعفات اللي ممكن تحدث للمريض؟ الحاجة اللي هي بتحصل على طول وبتحصل في كل الناس
قرح المعده. طبعا القرح المعده والاثنى عشر. ايوه. فدي لما بتوصل وتبقى قرح مزمنه ويبقى خلاص جدار المعده خرب وابتدى المرض يبقى مرض مزمن خلاص يعني بيبقى علاجه صعب. او علاج المعده علاج الجرثومه تام لكن علاج المعده اللي صعب. فبيفضل المريض معلول طول عمره. ثاني اخطر حاجه ده ابسط حاجه بتحصل يعني وده حاجه لا حل لها علاج. اما اللي ملوش حل بقى يوصل للسرطان لا قدر الله 90% من حالات سرطان المعده سببها جرثومه المعده. اهمال المواطن في انه يتعالج. انت عارف السرطان هيعملوا ايه في السرطان لو هو فوق مراحله هيشيلوا له معدته. يعني ده كلام ده كلام خطير جدا يا دكتور. يعني انا ممكن دلوقتي استهون واقول ده انا عندي جرثومه معده ايه المشكله يعني وبتاع فابدا ما اقومش بالذهاب الى طبيب مختص وابدا اتعامل مع طبيب ويبدا يحدد لي المشكله ده ممكن يوديني والعياذ بالله ربنا يا رب يحمينا ويحمي جميع الناس يا رب الى سرطان. طبعا وحاجه ثانيه تكرار العدوى. ايوه جه بجرثومه معده وخف يا حبيبي ما تاكلش وما تشربش وكل واشرب ونديله نظام. جاي رايح نفس عماره بالسوء ويبهدل الدنيا ويجي له جرثومه ويخف ويجي له جرثومه تكرار الموضوع دوت اولا اخلي الجرثومه تعمل مناعه ضد العلاج يبقى ياخد علاج وما يخفش وانا شفنا حالات يعني بتاخد علاج شهور والجرثومه مش عايزه تخف يعني. ايوه لا حول ولا قوه الا بالله. ثاني حاجة التكرار تكرار القرح أنت عارف كلمة قرح يعني جرح. طبعا. وأي جرح في جسمنا ما بيخفش ويرجع لطبيعته، لا بيسيب ندبة زي ما تتجرح في الوش كده يسيب أثر يسيب ندبة. فندبة في ندبة في ندبة في المعدة المعدة ما بقتش معدة. وده بيخليها عرضة إنها تصاب بالسرطان أكثر يعني. أيوه. طيب دكتور عادل معلش يعني هناك عوامل اكيد بتساعد على زياده خطر الاصابه بجرثومه المعده، في حاجات كده بتودينا لجرثومه المعده مجبرين، حضرتك ذكرت بعض منها في شيء من الاجمال ولكن انا عايز تفصيل شويه في القصه دي يا دكتور، يعني هل انتوا مثلا لما بتيجوا تكشفوا بتطلبوا اشعه عشان تشوفوا جرثومه المعده دي ولا بتعرفوا ازاي جرثومه المعده دي؟ لا هي طريقه سهله جدا بنعمل تحليل جرثومه المعده في البراز. ايوه كل المريض تاكد على المعمل ما تقولوش اعمل لي تحليل براز تحليل أيوة. براز ده شيء وجرثومه المعده ما بيتعملش تلقائي لازم تطلبه. ايوه جرثومه المعده في البراز ده تحليل الى حد كبير دقيق. في حاجه ثانيه اللي هو التحليل بالنفس ده لو متوفر يبقى هو ده ادق يعني اذا كان جرثومه المعده في البراز نسبه نجاح التحليل في الكيس النظيفه المعتمده يوصل ل 95% بالنفس ممكن يوصل ل 99% بس هو مش متوفر في حته يعني. طب لا استنى قبل ما نروح قبل ما نعدي النقطه دي لان هي مهمه جدا. احد اصدقائي من كام يوم عنده ثلاث ولاد فطلب منه تحليل جرثومه معده فقال هنعمل تحليل براز زي ما حضرتك تفضلت. فهو سالني سؤال بصراحه خلاني افكر شويه قال لي واحنا رغم تقدم الطب واحنا في 2023 هل ما زلنا لسه لازم نعمل تحليل البراز عشان انا اقعد واستنى ابني اللي هو طفل صغير واحاول اقنعه ان انا اخد التحليل واحطه واذهب بيه الى المعمل او اخد ابني على المعمل واقعد جنبه واستنى واعطل الدكتور واعطل نفسي. هل الطب ما وصلش لحاجه دلوقتي يا دكتور عادل توصلنا ان احنا فعلا نعرف القصه دي من غير تحليل البراز؟ من احدى الوصايد بتاعتنا ان احنا بنستعجل. ايه يعني لما تقعد جنبه يعني ايه المشكله يعني يعني ولكن احنا بنقول في تحليل النفس. ايوه بينفخ حاجه وبيقيس فيها مواد معينه من ضمنها نسبه الهيدروجين الموجود. بس حضرتك قلت ان الجهاز يعني ده مش متوفر يا دكتور. هو مش متوفر كتير وغالي. عشان كده بقول والله الشخص نصبر بقى وخلاص. طبعا عائل شيء بقول لك شوف لي اي حاجه ادفع فيها واخلص. ايوه فده يدور على تحليل النفس. في تحليل ثالث بقى مش تحليل اللي هو المنظار. ايوه بيعمل منظار وبيتعمل بيتشاف قرح ولا ما فيش وبيتعمل جرثومه المعده بقى عن طريق طيب الجرثومات بتاعت او عن طريق النفس وبتيجي طبعا بيتكلف يعني.
طيب حضرتك قلت لنا ايه هي جرثومه المعده، كلمتنا كمان عن الاعراض الشائعه للاصابه بجرثومه المعده، كلمتنا عن كيفيه انتقال العدوى والوقايه والسلوكيات والكلام ده كله. لسه عندي جزء تاني مهم، بس قبل ما اروح له عايز اعرف دلوقتي يا دكتور هو ايه العلاج المناسب لجرثومه المعده اللي هو في البدايه كده علاج مناسب. شوف حضرتك برضه زي موضوع الاعراض، العلاج مش بيحدد على جرثومه المعده، العلاج في مريض ما هو المشكلة ان انا عارف شخصيتك كويس جدا وعارف انت ما بتحبش الاسئلة الواسعة دي، بس انا هعمل ايه؟ في ناس بتسألني الاسئلة دي ولازم اوجهها لحضرتك. ما هو اللي عايز يتعالج يا استاذنا الفاضل يروح للطبيب يختار له العلاج المناسب لحالته. ايوه. في ثلاث انواع من العلاج لجرثومة المعدة، ثلاث انواع. ايوه. فكل نوع، مش كل نوع بينفع لكل المرضى. صح. لازم يتشخص الاول. ما انا خايف ليه ما نقدرش اتكلم في الاعراض؟ ان واحد يروح الاعراض ده تروح رايح على الصيدلي ومشتري العلاج، هو ما عندوش جرثومه معده وكل العلاجات بتسال حاجه ثانيه. أيوة. خد العلاج اللي ملوش لازمه وهو في جرثومه موجوده بس مش ممرضه. ايوه. انت بتجاله فين شك هتعمل مناعه ضد المضاد الحيوي اللي خد لو بياخد اكثر من نوع. ف يعني موضوع العلاجات الطبيب اللي بيحدد. طيب في سن وفي طول وفي وزن. حلو. وفي سلوكيات في الحياه، السلوكيات من جزء من العلاج، ما زي ما قلنا بتتكرر ليه؟ عشان ما بيسمعش الكلام. ايوه. كل يا ما ياكلش، ما تاكلش ياكل. طب ايه لازمه العلاج في واحد نفسه اماره بالسلوك؟ ما انت يا دكتور برضو كل ما نجي لك بحاله تقعد تقول لنا ما تجيبوش للعيال شيبسي وما تشربوهمش بيبسي، وبتقعد تقول لنا حاجات غريبه كده والعيال بتقعد تضغط علينا وبنضطر نجيبه وبناكل معاهم. طيب. انا مش عارف انا ما بقولش شيبسي ولا بيبسي، انا بقول الاكل المصنع بره البيت عشان الكل أيوه. يزعل مني. طب خلاص لا ما احنا ما عندناش اعلانات للشركات دي ما تخافش. طيب بقول لك يا دكتور هل يمكن بالطب سؤال قبل ما نروح بس للايه للنصايح الغذائيه بقى واللي هختم بيه مع حضرتك، عندي سؤال، هو الثلاث انواع اللي حضرتك قلت عليهم دول هل يمكن القضاء على جرثومه المعده نهائيا؟ يعني ممكن تتعالج بشكل نهائي؟ اه بتتعالج تمام، والتحاليل أيوه. بتثبت ان هو خف، ولكن هي موجوده. ايوه. احنا بنتكلم في حاجه موجوده، امتى تبقى ممرضه؟ لما جدار المعده يخرب. ايوه. فإن ما خرجناش جدار المعدة هي مش هتدخل. طيب، أنت عمال تفهمني حاجة من أول اللقاء وأنا تقريباً مخي ناشف. بس فهمتها دلوقتي خلاص. هي موجودة أصلاً جوانا، يعني إحنا بنعمل لها تنشيط؟ لا. بالسلوكيات الغلط؟ البيئة المناسبة. البيئة المناسبة علشان إحنا قلنا إنها بكتيريا لا هوائية. بتعيش في اماكن بعيده عن الهواء، بتبحث على حته ما فيهاش هواء عشان تعيش فيها. عشان تتكاثر فيها. فانا لما اخرب جدار المعده زي انا ما مثلت لك الطوابع كده، جدار المعده خرب تروح هي ايه؟ داخله. وتيجي بقى ورا جدار المعده، فين جدار المعده؟ وبين اللحم وتعيش وتعشش هنا. ايوه. تاكل وتشرب وتتكاثر. انما طول ما هي جوه في بطن المعده في الهواء مش هتتكاثر. حلو جدا. طيب عشان ابين لك بقى ان انا فهمت اهو عشان تديني درجه في نهايه اللقاء ده. انا ازاي بقى احمي جدار المعده من انه يبوظ واخليه سليم؟ كلام جميل. هو ده اللي بتكلم عليه السلوك. نمره واحد، نفسيه الواحد لازم تكون يعني معتدله. ايوه. ودي طبعا مساله صعبه لكن بالمحاوله. تمام. نيجي بقى سلوكيات الحياه بقى، الاكل والشرب. احنا بنقول الحراق بانواعه. ايوه. شطه، بصل ني، ثوم ني، جنزبيل، نعناع، اي شيء بيحرق نبعد عنه. تمام. على فكره برضه عايز اوضح النقطه دي، انا بتكلم على المريض. مش السليم. السليم له اسلوب ثاني. تمام. لخصه بسرعه كده، لو انت يا سليم حسيت بحرقان الاكل على لسانك انت كده مسرف، انت حطيت زياده عن اللازم. ايوه. ما يجيش واحد يقول لي الشطه دي مضاد حيوي وبتموت البكتيريا، ده في كلام هبل بيطلع. لا، وقال لك كمان الشطه بتمنع السرطان، بتمنع الاصابه بالسرطان. والله يا دكتور الشطه ربنا خالقها
عشان ناكلها بس ناكل كمية قد ايه؟ معتدلة. لو انت حسيت زي ما بنعمل على الكشري كده الله. أيوة. لو عملت كده دي افراط. يعني معناه انك خربت الجهاز الهضمي عندك. يا نهار ابيض. فالسليم اي حاجة من اللي انا هقوله ده مش ممنوع، بس زي ما ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. تمام. لو حسيت بالشيء على لسانك فانت مسرف. نعم. فالحراق بقى ولا. زي ما قلنا كده. نمرة اثنين المالح الزيادة بأنواع الحاجات الحادقة، يعني سمك مملح، أي حاجة ملحها عالي. أيوه. عن الطبيعي، مفيش تقول لك الرنجة دلع، مفيش. تمام. حاجة اسمها رنجة دلع. أيوه. مفيش سمك مملح دلع. أيوه. يبقى الحراق الحادق ثالث حاء، نقول ثلاثة حاء، حراق حادق حاجة. أيوه. 6 و7 والمعلبات وإخواتهم وقرايبهم وجيرانهم والكلام ده كله. تمام. الدال الرابعة الأكل الدسم اللي في دهنك، لأن الدسم الأكل بينزل دهن، الدهن ده أقل يعني بيتأخر جدا في هضمه، يقعد في المعدة فترة طويلة، وراكمة الأكل في المعدة فترة طويلة بيأثر على جدار المعدة. تمام. خامس دال، خامس حاجة الدال اللي هي الدخان، السجاير والجوزة وما شابه. تمام. يعني ده بيأثر على الجسم كله بما فيهم جدار المعدة. دول خمس حاجات اللي بنقول للمريض ابعد عنهم تماما. طيب معلش يا دكتور، الرقم الخامس اللي هو الدال بتاع الدخان ده، في ناس تقول لك خلاص يا عم انا ما بشربش سجاير ولا شيشه ولا الكلام الفاضي ده المضر ده ولا اللي بيهلك الصحه ده، بس انا يعني معايا السيجاره الالكترونيه يعني بلعب بيها كده يعني وبتاع. ده اسخن موديل، اسخن موديل للتبيه. أيوة. يا جدعان نقول يعني عيب بني ادمين. أيوة. ربنا لما يعني عاتب سيدنا ادم قال ايه؟ ولم نجد له عزما. نعم. كده يعني كان يجب على ادم ان يكون له عزم. تمام. لم احنا يا بشر خليكوا رجاله، خليكوا عزيمه. الحاجه اللي بتضركم ما تستعملوهاش. صحيح. زي ما ربنا قال لنا ان الشيطان لنا عدو وبنسمع كلامه. طب ليه احنا هبل كده يعني؟ ليه بنسمع كلام الشيطان وهو لنا عدو؟ تمام. نشرب دخان ولا الكتروني ولا بتاع والحاجات دي ما تبطل يا اخي. صح. بطل، خليك كده عندك عزيمه، بطل، مش هشرب خلاص خلصت، مش هاكل خلاص خلصت. رساله غايه في الاهميه من الدكتور عادل، خلونا يبقى عندنا عزيمه زي ما ربنا قال لنا عشان نقدر نتجاوز كل هذه الامراض والسرطانات اللي موجوده في الجسم من خلال العدوى وجرثومات المعده وايضا التدخين. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عادل قنديل على هذا اللقاء الممتع واللي انا شخصيا استفدت منه كتير جدا، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عادل. اذا مشاهدينا الكرام، الخلاصه ابعد عن كل ما يؤذيك وخليك انسان عندك عزيمه واراده، لان احنا فعلا نقدر نتخطى اي مشكله باراده قويه.